السلام عليكم. إيران بدأت بإعداد حزب الله اللبناني لحرب محتملة ضد إسرائيل، وهذه الإعدادات وعمليات التحضير تتم في داخل إيران وفي قاعدة سرية، وهذه القاعدة السرية كشفت عن تفاصيلها بالكامل صحيفة التلغراف البريطانية يوم أمس، وأشارت إلى أن هذه القاعدة تأتي بالقرب من مدينة قم الإيرانية. إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي الآن وبسرعة باتجاه مدينة قم، هذه هي قم، إلى شمالها على مسافة 5 أميال، أي تقريبا 8 كيلومترات، سنكون أمام هذا المدرج. هذه الصورة يعود تاريخها إلى عام 2009، كانت آنذاك، وكان هذا المدرج عبارة عن مدرج يصل طوله تقريبا إلى 500 متر، وكان يستخدم للأغراض المدنية، تحلق منه الطائرات للقيام بالري الزراعي ولا أنشطة عسكرية نهائيا. ولكن من عام 2009 إلى عام 2015 تغير وضع هذا المدرج تماما وتوسع بشكل أكبر، وتضاعفت المسافة لهذا المدرج من 500 متر إلى 1000 متر، أي كيلومتر كامل كما تلاحظون. ومن عام 2015 إلى عام 2020 توسع بشكل أكبر، وأصبحت المسافة لهذا المدرج تصل إلى 1500 متر، أي كيلومتر كامل والنصف. وهذه النقطة، لاحظ الحجم الكبير لهذه المنطقة الآن، لاحظ أن المدرج فعلا أصبح كبيرا، وأيضا تلاحظ أيضا بأن هنالك توسعا لهذه المنشآت الموجودة مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2009 أو حتى بما كان الوضع عليه في عام 2015 تحديدا. وهذه القاعدة تحولت إلى نقطة، وهذا المطار والمدرج تحول إلى نقطة من منطقة مدنية إلى منطقة عسكرية تقوم فيه ويقوم فيه عناصر الحرس الثوري الإيراني بتدريب الفصائل المسلحة المقربة من إيران في الشرق الأوسط بشكل عام على استخدام الطائرات المسيرة. الذي يجري الآن بأن الحرس الثوري الإيراني وإيران تقوم بعمليات تدريبات مكثفة لحزب الله اللبناني، قاموا بتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة وبدأوا بعمليات تدريبهم على الطائرات المسيرة للقيام بهجمات مستقبلية على الشمال الإسرائيلي. وذكرت صحيفة التلغراف بأن عملية التوسيع لهذا المدرج بهذا الشكل جعل هذا المدرج قادرا على استيعاب طائرات مسيرة كبيرة ومتطورة أكبر حجما من الطائرات المسيرة المدنية على سبيل المثال. وأشارت إلى الطائرات المسيرة التي استخدمتها إيران الشهر الماضي باتجاه إسرائيل، ونتحدث هنا عن طائرات شاهد 136 المفخخة، في إشارة واضحة من قبل هذه الصحيفة البريطانية إلى أن إيران تدرب حزب الله اللبناني على طائرات شاهد 136. وقد يعني هذا ببساطة أن حزب الله يمتلك نموذج مشابه لشاهد 136 أو نفس الطائرات كما امتلكتها الفصائل الموجودة على سبيل المثال جماعة الحوثي في اليمن، يمتلكون نسخة متشابهة مع شاهد 136، أو حتى روسيا على سبيل المثال عندما قامت إيران بإرسال هذه الطائرات المسيرة لروسيا لتستخدمها في أوكرانيا. من الممكن أن تكون هذه الطائرات هي الطائرات التي يتدرب عليها حزب الله اللبناني، وتوقيت هذه المعلومات هذه التدريبات تأتي في ظروف حساسة للغاية، تأتي مع اقتراب الأيام على حزب الله اللبناني ولبنان بأن هنالك حرب قادمة وعملية عسكرية محتملة من إسرائيل باتجاه حزب الله، وحزب الله يستعد لمثل هذا السيناريو، خاصة وأن الأمور في رفح تطورت بشكل كبير في 24 ساعة الماضية. وتعلم إيران ويعلم حزب الله اللبناني بأن ما بعد رفح وما بعد غزة ستكون لبنان وسيكون حزب الله اللبناني. وعلى سبيل المثال هنا شهدنا في صباح هذا اليوم الطائرات الإسرائيلية وهي تلقي هذه المنشورات على المواطنين الفلسطينيين في مدينة رفح، والمنشورات هي عبارة عن تعليمات للمواطنين الفلسطينيين يطالبونهم ببساطة بأن عليهم مغادرة هذه المنطقة الجنوبية من رفح. من جهة أخرى من هذه الخارطة يطلقون عليها شرق رفح وهي هذه المنطقة تحديدا، طلبوا من المدنيين من مغادرة منازلهم ومناطقهم السكنية باتجاه هذه المنطقة باللون الأصفر، ألا وهي وهذه المنطقة تعتبر هي منطقة التوسعة الإنسانية التي قامت بها إسرائيل ونفذتها. المنطقة باللون الأبيض هي المنطقة الإنسانية المعروفة، لكن هذه هي التوسعة، طالبوهم بالانسحاب لها لأنهم يعدون للقيام بعملية عسكرية باتجاه هذه المناطق. وفعلا المواطنين الفلسطينيين منذ الصباح الباكر
وبعد تسلمهم لهذه التعليمات ظهروا بهذا الشكل وهم يغادرون شرق رفح أو جنوب رفح كما نراها في الخارطة. تلاحظون هذه اللقطات التي تعتبر لقطات طبعا خطيرة للغاية على العديد من المستويات، إن كان على المستوى الإنساني أو حتى إن كان على مستوى ما هو قادم على الوضع العسكري، بالإضافة إلى أن إسرائيل بدأت بقصف رفح بشكل مكثف للإعداد للتقدم العسكري هذه ليلة يوم أمس وهذه ظهر هذا اليوم، والقصف مستمر على الفصائل الفلسطينية وكتائب حركة حماس الموجودة في رفح. وهذه لقطات أخرى لطبيعة الضربات، تلاحظ هي ضربات ليست بالعادية، يحاولون من تشتيت الفصائل الفلسطينية للبدء بعمليات التقدم. وأيضا في نفس الوقت أن صور الأقمار الصناعية وضحت بأن إسرائيل فعلا قد عدت الأرض لعملية التقدم. المسألة ليست فقط منشورات وتهديدات، على سبيل المثال هنا معبر كرم أبو سالم الذي ترونه هنا، كانت هنالك صورة محدثة مقارنة فيها من 29 أبريل وكيف تطور الوضع والأرض في 4 مايو، أي في اليومين الماضيين. لاحظ نفس هذه الصورة من صور أقمار صناعية محدثة، لنقترب هنا من هذه النقطة تحديدا، ستلاحظ بأن هنالك تغيرات قد طرأت على هذه الطرق تحديدا هنا بهذا الطريق أو حتى بهذه النقطة، قد تغير وضعها، طرق أصبحت واضحة وتم توسيعها لكي تستوعب المدرعات الإسرائيلية. لاحظ هنا بعد، هنا قبل وهنا بعد، هنا 29 أبريل وهنا 4 مايو، تلاحظ أن هنالك طريقا واضحا قد أصبح جاهزا لعمليات تحركات الدبابات والمدرعات الإسرائيلية، وهذا أكبر دليل على أن إسرائيل أصبحت تعد الساعات لعملية التقدم باتجاه مدينة رفح. وهذه المسألة طبعا انتبهت لها حركة حماس وقامت بتوجيه ضربة في 24 ساعة الماضية على نفس هذه المنطقة، منطقة كرم أبو سالم أو كرم شالوم كما يطلقون عليها الإسرائيليون، مما أدى هذا الأمر إلى مقتل 4 من الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى جرح 10 آخرين في عملية خاطفة من الفصائل الفلسطينية لإيقاع أكبر الخسائر الممكنة بالجيش الإسرائيلي الذي يتحشد للقيام بعملية التقدم باتجاه مدينة رفح. وإسرائيل أبلغت أيضا الجانب المصري بأنهم سيبدأون بالتقدم لرفح، ورفعت طبعا القوات المسلحة المصرية حالة التأهب في هذه المنطقة، وذلك لأن لا زال هنالك مدنيين موجودين في هذه المنطقة يحاولون منع أي عمليات اندفاع أو زحف من المدنيين، مما يتسبب في مشكلة كبيرة بالنسبة لجمهورية مصر العربية. واضح جدا بأن إسرائيل هنا تأخذ بعين الاعتبار بأنه لا زال هنالك العديد من المدنيين الذين هم متواجدين في مدينة رفح، كذلك أن لا زالت هنالك 4 كتائب من الفصائل الفلسطينية، 3 منها من حركة حماس وكتيبة واحدة من مجموعة من الفصائل الفلسطينية الأخرى، بالتالي هنالك عدد لا بأس به من الكتائب هنا تتحرك تحضر لمثل هذه المعركة، وهذه معركة مصيرية ومعركة تتوقع فيها إسرائيل، وتعلم إسرائيل إن تقدمت بسرعة باتجاهها وباتجاه مدينة رفح بأكملها ستكون هنالك خسائرا ليست بالعادية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس واضح بأنهم سيبدأون هذه العملية بمراحل، المرحلة الأولى هي المنطقة التي بدأوا بإخلاء المدنيين منها، أي يقومون بالتقدم باتجاه هذه النقاط تحديدا وهذه المنطقة بأكملها، ومن ثم ممكن أن نكون أمام مرحلتين أو 3 مراحل مقبلة، قد تكون هذه المناطق أيضا جزء منها بالنسبة لإسرائيل للتقدم والسيطرة إليها، وبالتالي شيئا فشيئا التقدم والضغط على حركة حماس حتى السيطرة على كامل رفح. ولكن قبل قليل، قبل ساعة تقريبا من الآن، وكالة رويترز أكدت بتفاصيل عاجلة وبأخبار عاجلة بأن حركة حماس وافقت على الهدنة المطروحة المتفق عليها، ألا وهي 45 يوما من إيقاف إطلاق النار مقابل 33 من الأسرى الذين هم بحوزة طبعا الفصائل الفلسطينية، وأن يكون هنالك إطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باتجاه الضفة الغربية. ليس واضحا إذا ما كان مروان البرغوثي جزءا من هذه الصفقة أم لا، ولكن يبدو أن هنالك موافقة، وحركة حماس عرفت تماما بأن الوضع أصبح صعبا وبأنها مضطرة للموافقة وشراء الوقت. ولكن ليس واضحا أيضا مرة أخرى ما إذا كان هذا بمصلحة حركة حماس أن تأخذ مثل هذا الاتفاق، خاصة وأنه سيسمح
لإسرائيل بإخلاء المزيد طبعا من المدنيين من هذه المدينة أو من هذه المناطق، طبعا أن يخرج المدنيين الفلسطينيين من هذه المنطقة، إخلاء المزيد منهم، وكذلك أن إسرائيل ستكون قادرة على رؤية أيضا أين يتواجدون هؤلاء الأسرى بالضبط، في أي منطقة، من أين يخرجون، ما هي الأنفاق، وأيضا تساعد إسرائيل في عملية إعادة الانتشار بشكل أكبر والتهيئ بشكل أفضل للعملية باتجاه الفصائل الفلسطينية. بالتالي هذا هو ما واضح حتى هذه اللحظة، وهنالك نقاش قبل قليل أيضا جاءت الأخبار تتحدث بأن البيت الأبيض الآن بدأ يناقش مع الحلفاء طبيعة الهدنة التي وافقت عليها حركة حماس. بالتالي هنالك ترقب كبير لما هو قادم، لكن إسرائيل واضحة بأنها لن تتوقف عن خطتها في السيطرة على قطاع غزة بالكامل والتقدم للسيطرة على رفح، وهذا هو الذي يوضح لحزب الله اللبناني ولبنان بأنهم هم سيكونون الصفحة القادمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي وعلى هذا الأساس هم يصعدون أيضا من جهتهم باتجاه العمق الإسرائيلي. على سبيل المثال هنا تلاحظ بأن هنالك 65 صاروخا كما ذكر الجيش الدفاع الإسرائيلي في بادئ الأمر كانت قادمة من حزب الله اللبناني على الشمال الإسرائيلي، وبعد ذلك قالوا بأنها 40 صاروخا، لكن هذه أرقاما مرتفعة أن تطلق مرة واحدة باتجاه الشمال الإسرائيلي، حيث أن إسرائيل أعلنت بأنها تصدت لبعض هذه الصواريخ، ولكن هنالك صواريخ قد سقطت في عدد من النقاط التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي اليوم، كانت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى هنا باتجاه كريات شيمونة كما تلاحظون. بالتالي حزب الله اللبناني يوميا يهاجم بكميات لا بأس بها من الصواريخ، وأيضا في نفس الوقت أن إسرائيل أيضا تضرب جنوب لبنان، هذه صور من جنوب لبنان كما تلاحظون بدأت تبدو بهذا الشكل، الطائرات الحربية الإسرائيلية F-15 تحلق بشكل منخفض، وكذلك أن إسرائيل تضرب النقاط الحدودية، هذه نقطة ضربتها مرتين حتى دمرت هذا المبنى كما تلاحظون في الأيام القليلة الماضية، وهذه الضربة تحديدا توضح لك أن إسرائيل تعد فعلا لعملية عسكرية في الداخل اللبناني. إذا ما قمنا بتحليل هذه الصورة بسرعة سترى بأننا أمام هذا المبنى الكبير الواضح، ليست هنالك أي مباني مقاربة أو تأتي باتجاه هذا المبنى، وأيضا تلاحظ أيضا أن هنالك شيء أو قبة أو منارة أو شيء مرتفع بهذا الشكل، وأيضا أنت تلاحظ بأن هنالك جامعا وهذه هي منارة الجامع. وإذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بسرعة لهذه المنطقة لنتجه إلى جليل الأعلى، نفس المنطقة التي تتواجد فيها كريات شيمونة هنا، وهذه هي بلدة مركبة، والنقطة التي استهدفت هي في بلدة مركبة ومطلة على إسرائيل، هذه هي النقطة بالضبط. نتجه إلى اليمين قليلا ونحاول أن نأخذ صورة أوضح من هذه الصورة لتتضح ويتضح لنا الموقع، وستلاحظ نفس المبنى ونفس النقطة المرتفعة التي جاءت بهذا الشكل، وكذلك نفس هذا الجامع كما تلاحظون، والمنارة هنا من الظل واضحة منارة الجامع، مما يؤكد لنا تماما بأن هذه هي النقطة التي استهدفتها إسرائيل، وهي نقطة كما تحدثنا نقطة استراتيجية للغاية. إسرائيل عندما تستهدف مثل هذه النقاط يوضح لك بأن إسرائيل تعد لشيء كبير، فهي تضرب هذه النقطة الحدودية وتدمرها، لن يبقى شيء لكي يستخدم لعملية الرقابة غير الطائرات المسيرة بالنسبة لحزب الله اللبناني، وبالتالي ضرب هذه النقاط الحدودية يعني أن الجانب الإسرائيلي يعد لعملية تقدم باتجاه هذه المرتفعات للسيطرة عليها في بادئ الأمر، ومن ثم القيام بمراحل بهذه العملية، ولن تكون عبارة عن مرحلة واحدة ويدفعون حزب الله اللبناني على مستوى 10 كيلومترات. وبالتالي يبدو أن إسرائيل تعد الأرض بشكل واضح لعملية التقدم، وهنا تأتي أهمية ما تحدثت عنه التلغراف البريطانية بأن هنالك تدريبات لحزب الله اللبناني، وأشارت إلى طائرة شاهد 136 المفخخة. حزب الله اللبناني هنا الهدف الأساسي هو محاولة إضعاف الجيش الإسرائيلي تحديدا ومشاغلة المنظومات الدفاعية تحديدا، كما فعلت بالضبط إيران عندما قامت بمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر الشهر الماضي. وبالتالي هم واضح جدا أن مثل هذه الطائرات الشاهد 136 من الممكن أن تهاجم في بادئ الأمر المنظومات الدفاعية، القبة الحديدية وغيرها، تحاول مشاغلتها قدر الإمكان وأن تفقد حشواتها بالكامل. هنالك 20 صاروخا في كل من هذه البطاريات للقبة الحديدية، وستحتاج إلى وقت لكي يتم إعادة وضع الصواريخ
التاريخي في هذه القبة، وهذا هو الوقت الذي ممكن أن يستغله حزب الله اللبناني في إطلاق واستخدام ترسانته الصاروخية الهائلة لتحقيق ضربات دقيقة ممكن أن تكون مؤذية على الجانب الإسرائيلي تحديدا، وهو الذي سيضعف ويؤخر إسرائيل من التقدم. الهدف بالنسبة لحزب الله اللبناني هو إفشال كل التحضيرات الإسرائيلية من التقدم، وطبعا دفع حزب الله اللبناني كل هذه المسافة باتجاه النهر الليطاني على مسافة 10 كيلومترات. كل شيء مترابط، كل شيء واضح، ولكننا أمام موافقة وأمام هدنة في قطاع غزة يكسب الوقت ليس فقط لحركة حماس، وإنما أيضا لحزب الله اللبناني للتهيؤ لما ممكن أن يكون قادما، وحتى للجانب الإيراني أو حتى جماعة الحوثي لإعادة ترتيب أوراقهم أيضا من جانبهم.